أول طبق معنا اليوم وهو فراخ بالكريمة مع رز بسمتي، ونشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجة لكيلو صدور فراخ مقطعة مكعبات، بصلة مقطعة شرائح، 2 كوب فلفل أخضر مقطعة شرائح، 2 كوب فلفل أحمر مقطعين كمان شرائح، كوب ذرة، كوب فطر مقطع، معلقتين كبيرة زيت نباتي، 2 كوب كريمة للطبخ، أفضل تكون طبعاً قليلة الدسم، نص معلقة صغيرة جوزة الطيب وملح وفلفل أبيض. أما لتحضير الرز رح نستعمل اليوم الرز البسمتي، وناخد كوب من الرز البسمتي مع كوب من شوربة الفراخ، معلقة كبيرة زيت نباتي، ونحط لهم شوية ملح، معلقة صغيرة ملح. هيدي مقادير أول أكلة رح نحضرها مع بعض، وأول شي رح نبتدي فيه هو الفراخ طبعاً. منبلش بتحضير الفراخ وبنفس الوقت بنكون كمان عم نحضر الرز. رح نبتدي بالبداية بالزيت، رح نحط معلقتين زيت نباتي على النار، وأول ما يحمو شوي منحط معهم البصل المقطع شرائح، ومنرجع منحط الفراخ ومنبلش نقلبهم مع بعض إلى أن الفراخ تبلش تستوي. لما الفراخ تستوي نرجع منحط تدريجيا ورا بعضهم الخضار كلها، عنا فلفل أخضر، فلفل أحمر، عنا فطر، وعنا الذرة، وكلها خضار صحية كتير مفيدة كتير. مثل ما دايما بقلكن ودايما بذكركن وبعيد انه دخلوا الخضار بأكلاتكن، وحاولوا تنوعوا بالألوان، عنا الأحمر، الأخضر، الأصفر، كل ما كترنا بأنواع بألوان الخضار كل ما كنا أكيدين انه عم نكتر فوايد وعم نكتر مضادات أكسدة مختلفة لا تحمينا وتحمي صحتنا وتزود مناعتنا. رح نحط البصل، البصل المقطع شرائح مع الزيت، منقلبهم، وأول ما البصل يدبل رح نحط مثل ما قلنا الفراخ. عم بستعمل صدور الفراخ مثل ما كل اللي بيحضروني من فترة وتعودوا علي إنه لما بدنا نشتغل بالفراخ أفضل نكون عم نجيب صدور حتى نكون عم نوفر وعم نقلل بالدهون المشبعة والوحدات الحرارية. الفراخ هون مقطعة شرائح أو مقطعة مكعبات، رح نحطهم مع البصلة، بس خلينا ننطر حتى شوي البصلة تدبل. من بعدها منزيد الفراخ، وكمان الفراخ لازم تبلش تستوي قبل ما نحط معها الخضار الباقي. هيدا هون عندي كيلو من صدور الفراخ، بنقلبهم منيح مع البصل. طبعا انا حطيتهم على نار عاليه حتى يبلشوا يستووا بسرعه. رح اترك الفراخ على النار لحتى تستوي مظبوط، وبهالوقت بلش حضر الرز. رح نحط كمان الحله على النار، حله صغيره لانه رح اعمل كوب واحد من الرز. طبعا انتم عندكم بالبيت بتحضروا كميه اللي بتناسبكم حسب عدد الافراد اللي موجودين على المائده. كمان للرز رح ناخذ زيت، يعني استعملنا هون معلقتين زيت للفراخ ومعلقتين زيت للرز، من دون سمنه من دون زبده. ننطر لحتى الزيت يحمى شوي قبل ما نحط الرز البسمتي الابيض. خليني بهالوقت ارجع اقلب الفراخ شوي. ونحط الرز على الزيت اللي المفروض يكون حمي. هيدا كوب من الرز البسمتي. كمان منقلبهم شوي، منقلب الرز شوي مع الزيت قبل ما نحط شوربة الفراخ. فينا نحط شوربة لحمة حسب إذا أنتم عندكم شوربة جاهزة بالبيت، حتى لو عم نحضر عم نتناول الرز مع الفراخ مش مشكلة، فينا نحط شوربة لحمة كمان. فينا نحط شوربة خضار إذا موجودة. بس إنه أحسن شيء نحطه هو شوربة الفراخ بما إنه رح نقدم الرز مع
الفراخ بنقلبه منيح مع الزيت، وبنرجع بنحط كوب، كل كوب من الرز البسمتي بده كوب من المي او الشوربه. رح نحط معلقه ملح صغيره، ونتركهم على النار لحتى يبلش المي تغلي. منخفف تحت الرز، منغطيه ومنتركه يستوي على مهله. خلينا نرجع للفراخ نشوف شو صار فيهم. الفراخ عندي هون بلشت تستوي، رح حط التوابل، رح نحط جوزة الطيب اللي بيعطي نكهة كتير حلوة مع الفراخ، رح نحط الفلفل الأبيض. الفلفل الأبيض دايما لما نكون عم نعمل عم نطبخ فيه صلصة بيضة أو كريمة أحسن نكون عم نستعمل الفلفل الأبيض كرمال اللون، يعني الفلفل الأسود عادة لونه أسود، لما نحطه مع الكريمة ببين بقلب الصلصة هيك مثل حبيبات صغيرة سودة، مش غلط بس إنه تيطلع شكل الأكل أحلى كمان فينا نبدل، وبدل ما نستخدم الفلفل الأسود مع الصلصة البيضة أو مع البشاميل منحط فلفل أبيض بضل لونه أفتح شوي وما بيغير لون الصلصة. عشان هيك أنا كمان حتى مع البشاميل لما أحضر صلصة البشاميل بحط معها فلفل أبيض، وصحيح بحط جوزة الطيب بس ما بكتر، يعني ربع معلقة جوزة الطيب مثل ما حطينا هلأ، ربع معلقة أو نص معلقة بس كرمال يعطينا طعم كتير حلو. كمان جوزة الطيب لما نحطها بتليق كتير على الصلصة البيضة. رح نخفف على الرز ونغطيه لأنه المي مثل ما شفتوا قدامكم غليت. يلا نغطي الرز ونتركه يستوي على مهله. الفراخ عندي استوت، رح نبلش نحط الخضار، فلفل أخضر، فلفل أحمر كلهم مقطعين شرائح، منقلبهم مع مع الفراخ. عنا كوب من الذرة، ذرة المعلبة، بس ننتبه نغسلهم، يعني لما نفتح علبة الذرة نغسلها منيح بالمي حتى نشيل عنا رواسب المواد الحافظة اللي بتكون محطوطة عادة بالمعلبات. نفس الشيء للفطر، كمان عنا كوب من الفطر المعلب، بس إذا بدنا نستخدم الفطر المعلب كمان بدنا نكون عم نغسله منيح. حطينا الخضار كلها، منقلبها مزبوط مع الفراخ. قبل ما اقلب مزبوط خليني احط معلقة ملح هون لأنه ما حطيت ملح للفراخ، كمان معلقة صغيرة، ومنقلب. رح نتركها على النار قبل ما نحط الكريمة. الكريمة آخر شي بتنحط قبل ما نطفي تحتها، يعني بنحط الكريمة بنتركها دقيقتين على النار وبنطفي، ما بنخلي الكريمة كتير على النار. هلأ رح نترك الحلة، رح نغطيها ونترك الخضار مع الفراخ تستوي منيح. حطينا كل التوابل، حطينا كل الخضار، رح نتركها تستوي منيح قبل ما نحط الكريمة. بنحط الكريمة بعد الفاصل. نغطيها